دخلت 2010 تبع الحزب الوطني ليه؟ انا داخل في دايره مفتوحه يا بيه، ونجح نجح بعصبيته وقبليتي، مش نجح على نجح على دراعي ده، ما بقاش حد مش نجحني، ودايما نجحت في 2005 مع ذات المرشحين عشان تبقى عارف. طيب استاذ حمدي الفخراني كده يا استاذ وائل، 2010 وصمة عار على الشعب المصري. الدوائر المزورة يا عم البدري، مش في البداري، البداري ما حدش يزور فيها وانت عارف كده كويس، ما حدش يقدر يحط رجله في البداري يضرب قلم فيها، عشان انا بفهمك البداري دي، البداري من ايام الاستاذ ممتاز انصار، وانت تعرف ان احنا الحكومه ما قدرتش علينا وما فيش حد يقدر علينا غير ربنا، ما فيش واحد نجح. انا بكلمك في 2010 لا يا بيه، ده الكلام ده تقوله في الدوائر المفتوحه بتاعتكم بقى. خلي الاستاذ ثروت يكمل بقى، خلي البداري عائلات، استاذ عمر يا استاذ عمر لو سمحت، ما حدش يقدر يتعدى طيب عليها لو سمحت، ولا حكومتك دي كلها عشان تبقى عارف، واي حكومه قادمه طيب ما تقدرش على البدائل. لو سمحت لو سمحت، مش عايزك تخبط كده علشان ده نوع لا من ما نوع من التخويف وعدم احترام للموجودين. لو لا سمحت لا العفو يا بيه، لو سمحت عم البدري طيب انا مش عارف ماله شايفني، انا مالي ومال القصه، خلينا بقى نكمل بقى مش بالصوت العالي. اتفضل يا استاذ صالح. ايه يا عم البدري مالك؟ يعني انت هنا انا بقول لك يا عم من الصوت، القضيه سيبه بقى يتكلم، مش معقول كده يا استاذ عمر، مش هينفع اللي انت بتعمله ده. كده مفيش حد عارف هنا كلمة. هنا انت انطلاقا من موقف شخصي كمواطن دخلت في هذه القضيه، لست مكلفا من احد ولا مدفوعا من احد ولا عبطت من حد. والله يا فندم شعوري بان انا مصري ولازم على قد ما اقدر ان انا احافظ على البلد دي، هو ده الشعور اللي دفعني ان انا افكر في حاجه زي كده. ما تدخلتش ليه في قضيه حل الحزب الوطني؟ ولقيت حضرتك جنب البيت عندك في الدور الثاني كده يا استاذ وائل. لو انت حضرتك الشعور الوطني ده ولا تولد بس في الشهرين اللي فاتوا، الشعور الوطني اللي بدأ مع ما دخلتش ليه في القضيه اللي هي في بيتك؟ ما عند مجدي بيه العجاتي ده في بيتك. ايه ده؟ ما تدخلش من حقه يتدخل في دي وما يتدخلش في دي زي ما هو عاوز. يا بيه النوايا يعني مش عايزين يعني هو قبض؟ لا ما قلتش كده، ومش انت ما تغلطنيش يا حبيبي، بص انت حبيبي يعني انت هنا حبيب وسوائل في النوايا وافضل حياتك وخليك يعني خليك على فضل. طب ما نتكلم على احمد عز. انا عايز اضيف حاجه يا استاذ وائل لو سمحت. على احمد عز استنى بس شويه، انا عايز اضيف حاجه. احمد عز ايه علاقته بالسلام يا باشا؟ والنبي سلام. احمد عز ده كان المشرع بتاعه بس يا عم، على ساعد الايمن. على مهلك يا عم، ما تقوليش الكلام دوت، ده انا من عيله يا بيه ومن بيه يا استاذ عمر. لا على مهلك يا عم البدر، لو سمحت من عيله. لا يا بيه على مهلك، ولا شايف حد في مصر كلها قدامي عشان عارف. طيب انا عايزك بس ندخل في الاشخاص. لا مش شايف حد قدامك، عايزك تبطل تخبط على طاوله الحوار، لانه ده اهانه للناس. عذرا يا استاذ وائل، لكن لما النهارده ما تدخلنيش، انا ما كنتش تابع لحد بيه. طيب ده انا بيه ابن بيه. خلينا نتكلم بس، كمل يا استاذ. هنا انت دخلت في القضيه كمواطن عنده موقف ان الحزب الوطني افسد الحياه السياسيه، ده دافعك فقط. هو استاذنا الكبير الاستاذ البدري فرغلي ما خليليش حاجه اتكلم فيها عن الحزب الوطني كحكومات فاسده حاجه منذ تاسيسه سنه 78، وهو كان بيتعمد ان هو يختار الحكومات الفاسده لتفصيل القوانين. كما بقول كده تاني، سنه كام؟ 78 بس نشاه الحزب الوطني امتدادا للاتحاد الاشتراكي. كمل يا بيه. ايه ده كلام يا بيه؟ حزب الواحد يحكم مصر من 52. خلينا بس خلينا حزب الواحد يحكم مصر من 52. خليني كمل يا استاذ صالح. اتفضل. ففندم الحزب الوطني دوت مرض سرطان انتشر في البلد، ولازم يبقى له وقفه، لازم الناس طيب. وعشان كده تدخلت في الدعوه القضائيه المتعلقه بمنع في سعادتك. في سعادتك حاجه اخيره عايز اضيفها، حاجه اخيره سعادتك عايز اضيفها، هو الحكم صدر يوم 6/5، استلمنا الحكم الصيغه التنفيذيه يوم 6/5 سعادتك، يوم 7/5 اتسرقت الصيغه التنفيذيه، يوم 7/5 اتسرقت الصيغه التنفيذيه وحررنا من الاستاذه تهاني، وحررنا محضر رقم 5785 سنه 2014 جنح مصر القديمه. وطبعا ان شاء الله خلال يومين ثلاثه باذن الله هناخد صوره رسميه من المحضر، وهنرفع دعوه ثانيه باستخراج صيغه تنفيذيه اخرى. ايه الهدف من سرقه الصيغه؟ عدم تنفيذ الحكم يا فندم. ان الحكم ما يتنفذش. عدم تنفيذ الحكم.
دول سرقوا مصر ما يزرعوش الصورة يا عم صل على والله. وفي الاول وفي الاخر انت مالك؟ في الاول وفي الاخر ما يسرقوا. انا عايز طول ما ايدينا بيضه ونضيفه ما يت... انا عايز انا عايز اضيف حاجه عايز اضيف حاجه الله ان احنا انا بس على سرقوا اللي صورة لازم نحترم القضاء المصري. وانا عشان نحاول نشرك المواطنين معانا قبل ما اسال بس الاستاذ حمد ايضا علاء حكيم من اسيوط. علاء اتفضل. مساء الخير استاذ وائل. مساء الخير اتفضل يا علاء. لو سمحت بس انا متحدث الاعلام التمرد اسيوط وبقول بس للاستاذ عمر هريد ان الصعيد كله بيتبرأ منه لانه اتكلم يلا عادل يلا استاذ عمر اتكلم بادب لو سمحت اتكلم بادب يا ولد لو سمحت اذا مش هحمي اتكلم بادب يا ولد اذا مش هحمي المتحدث مش محترم اجي لو سمحت لو سمحت اتكلم بادب يا ولد لو سمحت لا يا بيه على مهلك لا انت لا يا فلندي مش عليا لو سمحت اتكلم بادب يا ولد اتكلم بادب يا ولد اهو انت اتعلم الادب انت بتنم عن اخلاق الحزب الوطني مين يا بيه مين ده مين هذا النكره اذا مش هحمي ضيف مين هذا النكره ما تتحمل كلامه وريني مين هو يقول لي من انهي عيله وانا انا في لحظه كمل يا علاء كمل يا علاء لا كمل يا علاء وريني هذا النكره لو سمحت يا استاذ عمر انت بتهين الناس كلها يا راجل صلي على النبي دي ناس طيب اتفضل يا استاذ علاء لا عمر لا يا بيه ما تصحش لما يكون على مستوى من الادب يتكلم نسمعه ده وجهه نظر لو سمحت مين هذا الشخص مين هذا النكره الشعب المصري الشعب المصري فوق راسي لما يبقى بيحترم بادب وبيتكلم بادب لكن هذا النكرة انت قد من اسيوط يلا ولا من فين يلا لا بقول لك لو سمحت يا استاذ عمر اللغه دي مش لا هنا لا بيه لا دي مش لا هنا دي تستخدمها لا يا بيه ده الكلام ده مش في الساحات الشعبيه والحوارات لا يا بيه انا بص طيب. يا باشا علاء كمل يا علاء كمل تقول لي مش عارف ايه تتكلم بادب هحترمك واحطك فوق راسي تتكلم بقله ادب هقلع اللي في رجلي واجي لك دلوقتي اسيوط وانا نازل لا دلوقتي اسيوط ليك طيب. واعرف انت مين الحال اللغه اللي انت بتتكلم بيها دي يا استاذ عمر لا يا بيه معلش لغة لا يا بيه معلش لغه بتاكد احنا مش حد هياكل علينا لغه بتاكد ان الحزب الوطني كان لابد ان يتم حله يعني كلمني في عيلتي وفي اسرتي طيب. وفي بلدي خلي الراجل يتكلم ده مين ده خلي مين ده اتفضل يا علاء اتفضل اتكلم بادب هسمعه اتفضل يا علاء اتفضل مش هتكلم بادب انا عارف اقدمه ازاي اتفضل يا علاء عمر ما ينفعش يا بيه على مهلك يا عم البدري على مهلك لا رد فعلك غلط لا يا بيه على مهلك أنا لو سمحت لو سمحت احنا انت تفكر احنا السياسه دي ليها لازمه معانا ده احنا اللي ضفنا للسياسه مش السياسه اللي ضافت لنا احنا صرفنا عليها ملايين بتكلم بكل ادب انا حاسس ان طلعت حرب بتكلم لا يا بيه طبعا اللي يا باشا ايد نظيفه مش اللي افسدوا الحياه لا يا باشا ايد نظيفه اللي افسدوا انت عارفه خلينا لو سمحت نكلم خلينا نتكلم يا سيدي خلينا نحمي بس المتحدث يعني احميه بايه احميه بالادب علاء اتفضل يا علاء تعالى ننتقد سياسه علاء انا بعتذر لك الخطا من عندي انا انه للاسف الشديد ضيفي يستخدم هذه اللغه فانا باسف لك انا اتفضل يا علاء يا استاذ وائل من فضلك لو سمحت يا استاذ عمر لو سمحت خليه يكمل بيختار طيب. اللغه التي تتناسب مع هذه اللغه طيب. علاء اتفضل يا علاء اتفضل انا عايز اعرف بس الاستاذ عمر هريدي حزب وطني ولا مش حزب وطني معروف يا بيه انا عمر جلال هريدي يا بيه من البداري الاحزاب السياسيه منذ نشاه الحياه السياسيه في مصر من 52 لحد النهارده مفيش احزاب سياسيه يا سيدي اذا كنت انت مش قاري التاريخ هقريهولك ما تخليه يكمل بس فين الاحزاب السياسيه اللي انت بتتكلم عليها خليه يكمل لو سمح لو سمح عشان مسرحيه والله إن الناس بتسمعك دلوقتي يقول لك الحزب الوطني كان يجب ان يسقط بسببك اللي يسقط الحزب الوطني ويسقط اي حاجه انت وجه مناسب وجه مناسب لما حدث الحزب الوطني الحزب اللي سعالي مش انا اللي ساعدته علاء اتفضل عشان مصالح الناس اتفضل يا علاء اتفضل يا سيدي عايز بس الاستاذ عمر يرد عليا في المعروف ان هو لديه ليست لديها اي قاعده شعبيه في البدائر ومعروف ان هو ناجح ازاي يلا وطني يا ناجح ازاي ما بلاش اللغه دي ناجح ازاي يا ابني في 2005 يا ابني انت مين يلا قول لي انت مين انا مش عارف انت مين انت لو تقول لي مين انا هعرفك مين ابوك ومين امك ومين انت من فين لا 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 قول لي انت لا 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 لو سمحت ما انا مش عارف مين علاء 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 انا يا بيه قول لي مين ده انا بعتذر عن اللغه السوقيه لضيفي واطلع فاصل اطلع فاصل يا بيه معلش بسبب اللغه السوقيه لضيفي للاسف هو انا عيل ملوش لازمه يجي يعلم على عمر هريدي على الهواء